أبدأ معكم الدكتور حسن العرافي. مساء الخير، أنا سعيدة باستضافتك. إذن هناك حديث عن مكامن الخلل في الاقتصاد، أنتم متخصصون في هذا المجال، نريد أن تضع الأمور في سياقها. ما هي أبرز متاعب الاقتصاد المغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير سيدتي، مساء الخير على المشاهدين الكرام، شكرا على استضافتكم لمناقشة هذا الموضوع ذو الرعينة القصوى. بطبيعة الحال كما تعلمون أنه بالنسبة لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جاء ببعض المخرجات التركيبية لتشخيص الاقتصاد الوطني، وليست هذه هي المرة الأولى. تعملت مجموعة ديال الدراسات حول تشخيص الاقتصاد الوطني من تقارير الخمسينية إلى بعض التقارير التي أنتجتها المؤسسات المادحة إلى غير ذلك من الدراسات. بطبيعة الحال أنا أريد قبل أن نشخص، حتى كما قلت أنه يجب أن نضع الأمور في سياقها، عندما يتكلم التقرير عن النموذج التنموي هو لا يتكلم عن النمو، يجب أن نقزم التنمية في النمو. النمو هو جزء من التنمية وليس كل التنمية، التنمية هي مفهوم شامل. هنا في التحليل ديالنا من ناحية التشخيص يجب أن نميز، لأن التنمية عندها مقاربة مركبة، نتكلم عن التنمية السياسية، التنمية الاقتصادية، التنمية الثقافية إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن النمو فنحن نتكلم عن جزء من الكل. وإذا بغينا نوقفوا على شنو اللي وصلوه التقرير ديال اللجنة اللي هو تقرير ماشي برنامج حكومي، هو كيعطي رؤية، يجب وكيعطي رؤية وليس سياسات عمومية. لاحظتوا أنه هناك من يتكلم أنه ما هي السياسات العمومية التي أتوا، التقرير لا يأتي بسياسات عمومية، التقرير المفروض أنه جاء بتصور معين خاصه في خمس أمور. أولا قال لك بأنه المغرب يعاني من مشكل ديال أنه اقتصاد لا مادي أو ما سماه بالرقميات. كذلك أن الاقتصاد الوطني يعاني من الإدارة ومن البيروقراطية والخصوف في إشكالية الحكمة. الاقتصاد الوطني يعاني كذلك من تأمين الموارد الضرورية لتمويل المشروعات، وكذلك من تعبئة التعاون والشراكة. إذا شفنا هذا من ناحية، هذا هو الذي قلت التقرير، ولكن أرى رجعوا شوية للور ونشوفوا مثلا غير هذه العشرين سنة شنو المسائل اللي اشتغل عليها الاقتصاد الوطني. كما كنقولوا نموذج تنموي جديد، راه كاين شي حاجة قديمة خصنا نفهموها بعد داك شنو هي. واش كان عندنا فيها شي نموذج معين كنتبعوه؟ غنلقاو مثلا قلتنا غير 20 سنة غنلقاو أنه المغرب اشتغل على أربع أمور بالنسبة للجانب الاقتصادي. اشتغل على ما يسمى بمقتضى الدستور المادة 75 تسمى الخطط القطاعية، الخطط الخطط الأخضر، الخطط الأزرق إلى غير ذلك. اشتغل كذلك المغرب على المشاريع المهيكلة، TGV، البور إلى غير ذلك. اشتغل كذلك على بعض المبادرات، وهذه المبادرات مبادرة ديال الاندعاش، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما سبقها من مبادرات أخرى، وعلى العلاقات ما يسمى بالتبادل الحر أو ليزاكور دو ليباشون، اتفاقية التبادل الحر. من غير هذه الأربعة الحوايج ما يمكنش نتكلموا على أنه كان هناك نموذج في الاقتصاد. ولكن إذا تكلمنا على الأعطاب الحقيقية فيما يتعلق بالنمو، احنا قدام ثلاثة المشاكل الأساسية. أنا ألخصها في ثلاث أمور أساسية. المسألة الأولى راه تكلم عليها التقرير هي المسألة ديال التمويل. من يمول الاقتصاد؟ من يمول الاقتصاد الوطني؟ ثانيا كاين عندنا إشكال كبير ديال الإنتاجية أو ما يلقبه تيب إف، البرودكتيفيتي توتال دو فاكتور اللي كان معروفة في الاقتصاد. إلا خلطنا وسائل الإنتاج أش كتعطينا؟ إلا قرينا شي واحد في دراسة مهمة ديال المهندسين ما خصوش ينتهي به المطب، أنا خدمه في إدارة عمومية لا علاقة لها بما أنتجه بمعرفة. كذلك المسألة الثالثة
هو الإشكال ديال التنافسية ديال الاقتصاد الوطني. قد نأتي لاحقا لتفصيل هذه الأمور على فيما يتعلق بالنمو، لكن ما أريد أن أقوله هناك فرق كبير بين النمو والتنمية، ولا يجب أن نقزم التنمية لمجرد مسألة إشكالية النمو الاقتصادي. وشكرا.